كعادتنا من أبناء الشعب العراقي نقف مع أخوتنا شعب البحرين الشقيق للتضامن ضد الظلم والعدوان الذي يتعرضون له من الطغمة الحاكمة، ولا لشيء إلا أن الشعب البحريني يطالب بكل حقوقه المشروعة بطريقة سلمية. ولم يثبت لحد الآن قيام الشعب البحريني بأي عمل عسكري أو عنفي في طيلة الحراك السياسي. نحن في العراق وفي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي نقف صفا واحدا متضامنين مع أبناء شعب البحرين لنيل حقوقه المشروعة، كما نعرج على وقوف بعض الأخوة من المتضامنين مع أخوتهم بالداخل، ونذكر الأخ علي مشيمع الذي يقف منذ فترة طويلة أمام السفارة البحرينية مطالبا بتوفير العلاج وإطلاق سراح المعتقلين في البحرين وبالخصوص والده. نشد على أيديهم ونعاهدهم عهد الأخوة الأخوة العربية الإسلامية الإنسانية أن نقف معهم من الآن وإلى تحقيق مطالبهم المشروعة.